حنا فرحانين بزاف بهذا الفوز التاريخي واول مره يعني كتعهلو. الحمد لله كنهديو هذا الانتصار هذا للسيد الله يسترو وديما المغرب والعيون عينيا والساقيه الحمرانيه على بلادي يا سيدي وعلى بلادي. عليكم حنا جد سعداء بالفوز ديال المنتخب المغربي ولما لا ان شاء الله يا ربي نوصلوا النهائيات ونصف نهائي ان شاء الله يا ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا التاهل 86 ما شفناه اثناء كتشوف الشعب المغربي كامل فرحان وان شاء الله هاد الفرقه هذه تايقين فيها ان شاء الله وان شاء الله كنفوتوا الدومي فينا ان شاء الله اذا وصلنا فيه. الفوز اللي بصراحه الله يعني يفرح جميع المغاربه اللي كانوا مشتاقين لهذا الفوز هذا منذ اللي ما يعني اللي ما حضوش به منذ 1986 يعني. والمغاربه جد فخورون من طنجه الى القويره الكل فرحان والكل يهتف الله الوطن الملك ومبروك للشعب المغربي ومبروك التاهل ونتمنوا ان شاء الله لما لا الفوز والتاهل والتاهل الفوز ان شاء الله لكاس العالم لما لا كل شيء عند الله قريب وكل شيء ان شاء الله بالعزيمه وبالسرور وبالاراده كل شيء ان شاء الله نوصلوا ليه. كنا مشتاقين هذه الفرحه هذه صراحه. منتخب كان في مستوى وليد الركراكي مدرب جيد عرف كيفاش صراحه عرف كيفاش يتعامل مع اللاعبين يعني عاملهم بحال خوتهم كيعرف كيفاش يتعامل معاهم وديك الشيء. كانوا صراحه متقلقين بزاف يعني عندك ما تسلم وليد الركراكي قدر يمشي معاهم بعيد يعني بهاد اللاعبين اللي عندهم محترفين صراحه لاعبين في مستوى حكيم زياش جميع اللاعبين حكيمي لاعبين كيلعبوا في الدوري الكبارين. عليكم ورحمه الله. حنا جينا هنا كنعبروا على الفرحه ديالنا الكبيره بالفوز ديال المنتخب ديالنا المغربي وكنتمنوا له حظوظ وفيره في اللقاءات المقبله ان شاء الله. كنتمنوا له الفوز ديما لا في الكاس العالم لان منتخب كبير وكبير جدا وديما للعروض. السلام عليكم. حنا فرحانين بهادشي اللي من المنتخب وفي خاطر الدرايد ان شاء الله كاملين وفي خاطر والد الركراكي ديما مغرب. حنا فرحانين اليوم فرحانين بزاف 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 واحد الفرحه لا توصف. المغاربه كلشي فرحان نص طنجه من طنجه القويره. السلام عليكم. حنايا فرحانين مع المنتخب الوطني وكنشكروا وليد الركراكي كنشكروا احنا فرحانين مع المنتخب الوطني وفرحانين وديما المغرب آل المغرب آل المنتخب الوطني آل الركراكي وكنشكروا بزاف وكنشكروا الجماهير المغربيه من طنجه حتى القويره وشكرا للنصيري بزاف وحكيم زياش. كنقول كنبغي نشكروا وليد الركراكي على التاريخ اللي عطانا وعطى المغاربه من 86 كنقول ديما مغرب وديما مغرب.
مباراة كبيرة 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 وكبيرة. تحية راس لابوكا وواحد تحية لزياش والدراري كاملين وديما مغاربة. وصراحة الله كنتمنى لهم التوفيق ويزيدوا بينا القدام يزيدوا بينا القدام وحنا دايما معاهم حتى لآخر نفس ديما المغرب.